المتحور أوميكرون هو نوع من أنواع المتحورات التابعة لفيروس سارس كوفي 2. مثل ما كلنا نعرف أن فيروسات كورونا تعتبر غير ثابتة وبشكل مستمر تغير من مكوناتها الجينية، ومع ارتفاع أعداد الحالات تكون فرص التحور والتغير الجيني أكبر. ومثل ما شفنا في التغير الأخير وارتفاع أعداد الحالات الأخير اللي شهدتها بعض الدول تسبب في ظهور المتحور أوميكرون.